بره ابتدت تتعرف ال a person who games has a future. انا اسمي محمد شاهين، عندي 21 سنه، متخرج من اكاديميه بحريه فريش جاد. شغفي في الالعاب بدات وانا عندي 6 سنين، بدات من العاب صغيره زي كراش من البي اس 2 ونيد فور سبيد، وكنت حتى جاد اوف وور من وانا عندي سن صغير جدا، وبعدين اتطورت ليتر اون في الاونلاين جيم. اكتريتها كانت ام ام او ار بي جيز، ليج اوف ليجندز، دوتا، كنت بلعب كروس فاير برضه شوتينج جيمز، وبعدين ركزت في ليج فتره طويله جدا لغايه لما فالورنت قالوا عليها اللي هي هتنزل في 2020. انا فاكر اول لما فالورنت نزلت كنت ساعتها بلعب ليج، عرفوني اللي هيبقى فيه شوتينج جيم هتنزل من رايت جيمز. طبعا انا واحد من الناس، من كتر ما انا حابب الشركه بتاعت رايت جيمز او اللعبه بتاعت ليج، وشفت الابيليتيز وشفت اللي فيه شوتينج ده ابيليتيز، ما فهمتش اللعبه، كنت لازم اجربها. مربط ليج اوف ليجندز ومربط سي اس جو في نفس اللعبه يعتبر، بس بالشكل اكسكلوسيف، فبقت اللعبه اسمها فالورنت. اول ايجنت ابتديت العب بيه كان اسمه سوفا، اول لما نزل حتى كانت صورته مختلفه، وكنت بلعب برضه بالجيمستون الحاجات اللي هي كلاسيكس، بس ما كنتش ثابت في حد معين. جار المسح المنطقه ستايل بلاي بتاعي اجريسيف جدا، ما بظبطش بلين وما بلعبش حاجات زي سنتينلز، بلعب اكتريتها ديولست يعني ممكن انيشيترز. الكرنت رانك بتاعي دلوقتي في السيزون ده ان رانك، السيزون اللي فات اي بيكت ات دايموند 3. اكتر جيم مود بحبها كومبتيتيف وديث ماتش، بس بالذات ديث ماتش عشان بحس ان هي بتظبط الايم بتاعي، على اساس بدخل في كومبتيتيف بالبلاي ستايل بتاعي فبينفع بعض. لما تيجي على كومبتيتيف حسب التيم بتاعي محتاج ايه، بس ده في الهاير ايلو. في اللو ايلو بلعب رينا او جيت، بدخل بكاري وبطلع منها، بس لما بوصل لليفل معين في اللعبه بحب ان انا ايه ابفل ايجنت زي اومن برضه ببقى اجريسيف بيه، مش مجرد ان انا بلعب بيه كسموكر. كنت بحب الماب اللي اسمها بريز، وكنت بحب ماب اسمها ايس بوكس برضو، عشان بريز وايس بوكس يعتبر معتمدين على حاجتين، تيم بلاي وعلى الايم. انا اكتر حاجه بحبها في الكوميونتي بتاعتنا اللي احنا كلنا مجتمعين مع بعض، وفي اي وقت ممكن ننزل، ممكن نتكلم، حتى القعده بتاعتنا العاديه ممكن يبقى فيها كلام عادي جدا، ممكن على اللعبه، ممكن اصلا نتكلم على حاجه تاني، بس في اخر اليوم لما بنيجي نلعب مع بعض بنبيلد سينرجي مع بعض. السايبرات بتلمنا، بتبقى مود تاني او احساس تاني لما كلنا بنقعد جنب بعض بنلعب. اكتر حاجه شدتني للكوميونتي بتاعتي الفكره اللي هو they welcoming anyone. انا شفت حتى ناس بره مصر معانا جوه في الكوميونتي بتاعت مصر somehow يعني، فبنساعد بعض ككوميونتي وبنبني بعض، واول كوميونتي في لعبه تبني نفسها بالشكل ده فالورانت. رايت جيمز انا مبسوط بيهم جدا اللي هم عملوا كوميونتي وعملوا كذا صفحه وفيسبوك وانستجرام، واول لعبه يعتبر في مصر تعمل بيجز اوفيشال، مفيش شركه عملت كده قبل كده. انا بشجع بصراحه رعد وبشجع انيوبس، الاثنين دول عملوا حاجات ما توقعتهاش ان ممكن اي حد عربي يعملها، اللي هم وصلوا حتى لاسمهم بقى معروف انترناشونالي، او عرفوا الناس اللي في جيمنج سين هنا في مصر. من ناحيه الكاريرز اللي عندي او الكاريرز اللي انا انترستد ان، اكتريتها بتبقى الاي سبورتس جيمنج، او اللي انا العب في تيم ثابت العب ببطولات والكلام ده. انا شايف ان انا عندي بوتنشال كبير جدا ان انا ابتدي في الاي سبورتس كوميونتي او الاي سبورتس جيمنج كعام هنا في مصر بالذات. انا ممكن ابتدي اطور الايم بتاعي واطور الجيم بلاي بتاعي، على اساس باذن الله هدخل تيم قريب. انا اشتركت في كذا تورنمنتس قبل كده بس معظمهم كانوا اونلاين. في رايت جيمز عملوا زي ايفنت هنا بيعرفوا الناس اللي في سايبر اسمه ليجند، وعملوا تيك توكس والكلام ده، كان شديد وفرعون، اتنين ستريمرز جم عندنا كسبونا، بس عادي، بس انا خدت الام في بي فمش مهم. في فالورنت اشتركت في كلتش جيمنج بتاعت ريد بول، اتعملت هنا في السايبر وكسبتها الحمد لله. الحاجة الوحيدة اللي أنا نفسي أعملها في الجيمنج كعام اللي أنا أكمبيت في انترناشونال تورنمنت بإذن الله، وده الهدف الوحيد اللي عندي يعني. سبب رايت جيمز بقى دلوقتي عندنا كومبتيتيف ليج وصوت اللي احنا نعمل كل حاجة نبين للناس اللي احنا موجودين في العالم. في كوميونيتي وفي اي سبورتس وفي انترناشونال تورنمنتس عمرنا ما كنا عارفين ندخلها بسبب اللي ما عندناش صوت، وحاول تعمل اسم لنفسك للانترناشونال كوميونيتي، عايزين نعرفهم اكتر اللي احنا موجودين.